واحد الرئيس السيسي يستقبل الرئيس جوزيف كابيلا إفريقيا في القاهرة. النهاردة موجود رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس جوزيف كابيلا. الرئيس السيسي التقى الضيف الإفريقي الكبير. هي زيارة رسمية، علاقتنا تاريخية جدا بكنشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، دعمنا الاستقلال في دعم فني مستمر في وجود مصري في إفريقيا، وبالأساس في تعاون كبير جدا مع الشقيقة الكونغو الديمقراطية. الرئيس جوزيف كابيلا قدم الدعوة الرسمية للرئيس السيسي لزيارة كينشاسا، زيارة رسمية إلى دولة الكونغو الديمقراطية. هذه الزيارة ضمن زيارات عديدة لزعماء أفارقة جاءوا إلى القاهرة، بيدل إلى عودة مصر إلى إفريقيا وعودة إفريقيا إلى مصر مثلما كان في السابق.